كرة القدم متى ما استغليت الدقائق اللي تكون فيها أنت الأفضل راح تكسب النقاط الثلاث. وكرة وهجمة منظمة، يا الله هدف ثاني ممتاز، هجمة منظمة، نهاية سعيدة. العميد سجل الثاني، العميد في دقيقتين سجل هدفين، العميد يضرب بيد من حديد بثنائية بترويبا، يضع البصمة الثانية، يقلب الطاولة يا غارسيا، يقلب الطاولة يا غارسيا، هجمة منظمة من بدايتها حتى النهاية السعيدة. لاحظ البداية الممتازة اللي كانت من بترويبا، نقلها لأحمد الياسي بالكعب، حلوة الهجمة وحلوة اللعبة وحلوة التمريرة، هذا ربما أفضل أسيست في هذه الجولة، الياسي نقلها لبترويبا، وبترويبا ما كذب خبر، داخل منطقة الجزاء سجل هدف التفوق لنادي بني النصر لتصبح حلوة.